خطابات نارية رافضة لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة الحالية قابلها إقرار مجلس النواب للموازنة بأغلبية 60 نائبا من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، فيما وافق النواب على مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية بأغلبية 65 نائبا. أبرز مجريات جلسات مناقشة النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية في التقرير التالي. 4 أيام و7 جلسات جمعت بين خطابات أعضاء مجلس النواب 18 انتهت بالتصويت لصالح مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 بأغلبية 60 نائبا من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، فيما وافق المجلس على قانون موازنة الوحدات الحكومية بأغلبية 65 نائبا من أصل 105 نواب. عندما نتحدث معهم عن إيرادات الدولة يبدأ نظره يرتفع للأعلى، وإذا تحدثت معه طويلا تجده دخل إلى زاوية وأصبح يتحدث أوامر إجت من فوق، وهو كذاب وابن كذاب وحرامي، تسلل وتمسكن وبكى ومثل وأخرج مسلسلا يبكي الجميع. الخطابات النارية التي هاجمت حكومة الدكتور عمر الرزاز ووصفت الموازنة بأنها تقليدية وذات طابع تكراري منسوخ عن موازنات الحكومات السابقة لم تشفع لرفض الموازنة أو إعادتها للحكومة بل إقرارها بالأغلبية. 1802 من مع قرار اللجنة. موافقة النواب على الموازنة العامة التي تأتي كل عام لم تراعي العجز الذي يرتفع كل عام ويتحمله الأردنيون والذي يقدر بمئات الملايين كل عام، حيث بلغ عجز موازنة 2019 مبلغ 645,571,000 دينار. أن نضع أولويات وليس قائمة تمنيات، وبالتالي لو تطلعتم إلى الأولويات في دولة الإنتاج فكلها على المواضيع اللي يمكن ما في أو أخ أو أخت من النواب إلا أثارها، وهو موضوع التشغيل والبطالة. حكومة الرزاز كسابقاتها من الحكومات لم تبحث عن تدابير لتمويل العجز الإجمالي الذي سيكون بمثابة نقمة تفرض على الأردنيين كل عام، إذ لا يكون في هذه الحالة سوى الخيار الوحيد الذي تلجأ له الحكومات بتمويل هذا العجز من خلال الاقتراض الذي سيرفع المديونية مجدداً. وكان المجلس قد شرع بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 الأحد الماضي بجدية متناهية برفع الحد الأدنى.